انت صديق كابتن الخطيب طبعا. اه طبعا وهو شرف. قيمه كبيره شرف. طبعا عمرك تدخلت بمنتهى الصراحه ما هم بيشوفونا بقى. نعم. عمرك تدخلت مره عشان مصطفى؟ مستحيل. ما فيش ولا مره. النادي الاهلي يا استاذ خيري النادي الاهلي اصلا لا يسمح، ممنوع الحاجات دي في النادي الاهلي، ممنوعه، ما ينفعش اصلا. ده نادي متربي متاسس على سيستم، على نظام، على مبادئ، على قيم ما حدش يقدر يخترقها ابدا. لا شوبير ولا ابو شوبير. حتى احمد شوبير نجم الاهلي وكابتنه بامره ايه؟ بامره ايه؟ في نظام. بامره ابني لما يبقى حال الشاطر. لا حال الشاطر يثبت وجوده يلعب. اه يثبت وجوده، يتعمل له عقد كويس، يثبت وجوده يبقى بسم الله ما شاء الله. غير كده لا. ما يعني ده النادي الاهلي، انا بحب ده في النادي الاهلي. أيوه. انا اللي كسره، انا اللي راح اخبط فيه، ده يبقى جنان. حتى لو شفت مصطفى بيعاني وبيتحول الى ايوب يعني جديد. يا عم ما انت كنت ايوب، انت قعدت قد ايه ايا كان؟ ده في النادي الاهلي يعني. ها. ايه ده حارس مرمى النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي من سن 19 سنه والناس عارفاه وحافظه اسمه. هل قبل كده كان فين؟ في عمره ما سبق. ما مصطفى من خمس سنين في النادي. انا قصدي يعني ايه واحد في النادي الاهلي تقول لي بيعاني؟ بيعاني ايه؟ هو يثبت وجوده، شد حلو، يبقى كويس هيلعب، مش كويس مش هيلعب، كويس هيكمل في النادي الاهلي، مش كويس مش هيكمل في النادي الاهلي. ما فكرتش للحظه من اللحظات تتناقش معاه وتقول له انا رايي تطلع بره سنه ولا املك تلعب ولا املك؟ مصطفى عارف مشروعه بنفسه. انت ما بتتدخلش في قراراته؟ لا 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 ولا هو بيرجع لو سالني لك. لا بيسالني ساعات. لو سالني يعني مثلا من فتره كده كان مصطفى ما شاء الله من اكتر الناس اللي جالهم عروض. داخل مصر وبره مصر. بره مصر مصطفى كان عنده عرض من بطل الدوري البولندي. كان عنده عرض من صربيا، كان عنده كذا عرض ما شاء الله. عروض عروض يعني. ده كان في واحد من بولندا في مصر جاله حوالي 6-7 انديه بس كلها اعارات يعني. وكان بيجي يسالني، فانا دايما انا ميال للنادي. يعني فاقول له النادي وهتلعب، واقول له ماتش في النادي الاهلي ب 100 بره، دي وجهه نظر انا الشخصيه. يقول لي طب نحسبها ونشوف يعني. اي حد عايز يلعب، عايز يبقى موجود، عايز يبقى موجود في الملعب يعني وكده. فبس طبعا واحد من سن 5 سنين في النادي في بيت الاهلاويه طاغي عليه بالشكل ده، فهيبقى دايما قراره الاول النادي الاهلي يعني. فهو حابب ده يعني، هو حابب ده وانا حابب ده والبيت حابب ده، والحمد لله لما جت الفرصه اثبت وجوده طبعا. فضل طبعا الله. انا من الناس اللي بيحبش اولياء الامور يدخلوا في مسائل ولادهم يعني. ما احبش انه اب يطلع يدافع عن ابنه، ما احبش ان اب يطلع يقول لك اصل هو مش عارف. انا ما بحبش ده، لانه أولا أنت بتمحي شخصية الولد، غير الولد شخصية جيدة. نمرة 2 في جمهور، نمرة 3 في نقاد، نمرة 4 في إعلام، كل حاجة موجودة. فمش محتاج إن أنت تطلع تتكلم عليه، خلي الحاجات دي بينك وبينه إذا لجأ لك. أنا على فكرة لا أتطوع أبدا إن أنا أقول له حاجة. الزمن غير الزمن، خلي بالك. وقتنا هما سابقنا وأنت بتقول بكتير. هو بيراعي نفسه، بيتدرب إزاي، وبياكل إزاي، وعامل نفسه سيستم إزاي. والله يا خيري ما بديله نصيحة يعني. انا مثلا يوم نهائي طالما مش محتاج. والله عارف النهائي افريقيا. كتبت له كده كلمه، قلت له انجوي بس انجوي انجوي، والله انجوي استمتع بس، ما فيش اكتر من كده. مين اللي علمك انجوي دي؟ ألان هاريس. كان بيقول لكم استمتعوا وانتوا بتلعبوا. لانه كنا بنلعب ماتش في السودان، فانا واقفين شادين كده، راح هوب هبدني بالقلم كده على وشي، انا كنت كابتن التيم. قال لي انجوي انجوي انجوي، فوت على زملاتك كلهم انجوي يلا. فمن ساعتها هي بس فضلت مخزنها لحد ما جت مصطفى. نعم.